أكتك، أهلا وسهلا فيكم أصدقائي بحلقة جديدة ومعكم عمار أبو قورة. وبحلقة اليوم نتعرف عن أهم ميزات iOS 13 اللي صار متوفر لكل أجهزة الآيفون اللي بتدعم هالسوفتوير هاد. شو من الميزات اللي موجودة وشو في شوية تريكس حلوة ممكن نعملها باستخدام هالسوفتوير؟ خلينا نعرف سوا. حلقة جديدة يلا. iOS 13 يعتبر من السوفتويرز يلي حملت معها سرعة وفيتشرز جديدة للآيفون. يفضل قبل ما تعمل أبديت إنك تعمل باك اب عن نسخة الجهاز تبعك وبعدين تعمل الابديت هذا كرمال تتأكد انه ما حيصير عندك اي مشاكل. خلينا نبلش مع الميزة الاولى يلي هي دارك مود. بداية بالميزة الاولى واللي هي الدارك مود واللي اتوقع في كتير اشخاص كانت حابة انه تكون متوفرة هالميزة بشكل اوتوماتيكلي جوا الايفون اللي بتريح العين صراحة كتير. واذا كنت انت بمكان ما في اضاءة عالية فالاضاءة تبع موبايلك ما بتزعج الاشخاص اللي حواليك، مثلا لو كنت مثلا بسينما، لو كنت عم تتفرق بالاوضة بغرفتك مثلا والاضاءة كلها مطفية فالاضاءة ما بتكون قوية كتير بحيث انه تزعج الاشخاص اللي حواليك وتأذي عيونك بنفس الوقت. فموضوع الدارك مود هون خلينا نقول صام خلص صار شيء موجود بشكل اساسي جوا الايفون iOS 13. ومجرد بحسن بوصل له باني بروح على الديسبلاي برايتنس بحسن اجي من هون فعل البرايتنس. طبعا هذا الكلام بينطبق على كل السيستم، اذا بنلاحظ كل السيستم بصير دارك. طيب الجميل كمان بالموضوع انه هذا الكلام حتى ممكن ياثر على الخلفيه. فمثلا انا هون عندي خلفيه عاديه، لاحظوا بس غير الدارك مود هذا سيري بعدين نرجع لك، بس غير الدارك مود لاحظوا كيف صارت الصورة افتح. فهو فعليا حتى الباك جراوند العادية بيروح بيعمل لها بيلعب بالالوان تبعها مشان يخليها اغمق كرمال لما تكون انت حاطط وضع الدارك مود. زائد الموضوع الثاني خلينا نرجع نشغل الدارك مود، خلينا نروح على السيتنج، خلينا نروح على الوول بيبر، حنختار حنغير الوول بيبر وحنلاحظ انه هون صار في عنا اربعة باك جراوند جداد هدول خاصين بوضع الدارك مود. شو بصير لو انا فعلتهم؟ خلينا نفعل مثلا هاي، خلينا نقول له سيت على الهوم سكرين. طيب تم تفعيله على الهوم سكرين، لاحظوا انه اللون هو عبارة عن احمر وهون في لون اسود. طيب لو جيت لهون لغينا الدارك مود لاحظوا الالوان كيف صارت، هون صار اللون ابيض كلياتها صارت في الوان اكثر باورفول يعني برايتنس اكثر تبعها. هدول الباك جراوندز الاربعه بيجوا مع الاي او اس 13 وهن مخصصين للدارك مود كرمال يتغيروا لما تغير موضوع الدارك مود. هنرجع لهون نرجع نفعل الدارك مود هيك بنكون. طبعا فينا عن طريق سيري اللي صار لها ساعه عم تحاول تحكي turn off dark mode. Okay, I turned off dark mode. كان نفس الشيء turn on dark mode. Okay, I turned on dark mode. فبإمكانك تتحكم بهذا الموضوع حتى عن طريق سيري. الابلكيشن الثاني اللي نضاف له تحديثات هو ابلكيشن الصور. فعليا انعمل ريديزاين كامل للفوتوز. فاذا بنطلع بشكل سريع على فوتوز هون صار في عندي اكثر من تاب موجودين تحت. فعليا مثلا ممكن انا اشوف اول فوتوز، ممكن اشوف يعمل لي هايلايت للدي نفسه مثلا، ممكن يعمل لي هايلايت للمانثز، شوف صور تم اخذها بشكل يعني خلينا نقول مميزه بهالفتره هي. واذا بروح على الير كمان نفس الشيء بيعطيني شوف صور مميزه لليرز. فهون نحن فعليا في عنا كل الصور طالع عنا، حتى فيني اعمل زوم اوت زوم اوت زوم اوت وشوف الصور هاي كلياتها. فهذا كلياته عمله ريديزاين بشكل كامل هذا الموضوع. وبحديثنا عن الصور كمان بنلاحظ انه عنا الادجستمنت تبع الصورة او اعدادات الصور بحيث اني اعدل عليها، صار في ميزات اكتر، صار في امور بحسن اتعملها. هلا اول تاب هو اللي هو اوريدي موجود هو موضوع الاوتو. مجرد ما اني فعلت الاوتو ببلش فورا يعمل لي انهانسمنت للصورة، او بامكاني لا انا بلش اتحكم فيها بالاكسبوجر مثلا عدل بالاكسبوجر. هاي الامور ما كانت متوفرة للاسف بالنسخ السابقة بنفس الطريقة هاي او بنفس الميزات هدول كلياتهم. في امور جديدة انضافت على التعديل، مثلا لو بنروح لهون على البرايتنس على هون مثلا فيني اتحكم بالساتوريشن بالالوان
في امور طبعا كانت موجوده بالنسخ القديمه وفي امور لا ما كانت موجوده ضمن النسخ القديمه. هون صار في عنا اكثر من قصه فيني اتحكم فيها بشكل اسهل واعمل اديتنج بشكل هاي. مثلا في عنا موضوع النويز ريدكشن، في حال كان في عندي نويز بالصوره ف بيتم معالجه هذا الموضوع. في عندي بحسن حط الفينتج هذا اللي بيعطيك تصوير سينمائي خلينا نقول. فاذا برجع انا لهون مثلا هيك بعمل له اوتو مثل ما انا شايفين، فانا ممكن اخليها اوتو مثلا، وبنفس الوقت ممكن ارجع اتحكم بالاعدادات اعدلها مثل ما انا حابب اني اعدلها. مجرد ما عملت لها دن خلص صارت موجودة الصورة جاهزة. فهدول الأمور اللي تم تحديثها بما يخص موضوع الصور وتعديل الصور. ونفس الشيء صار في إمكانك تعمل تعديل على الفيديوز وتعمل روتيت للفيديو، هذا الشيء ما كان موجود بالآيوس 12 للأسف. واحدة من الأمور اللي كانت مزعجة بالآيوس 12 هي موضوع الصوت، أو موضوع لما بدي أعلي وغطي الصوت كان في عندي شغلة بتطلع هيك هلا تقدم قلبي بنص الشاشة، واللي مستخدمين آيفون أكيد بيعرفوا إنه كانت مزعجة أصلا لما كانت تطلع، أو لما بدي أعمل مثلا سايلنت او عدم سايلنت. هذا الكلام مثل ما انا شايفين قدامنا صار عباره عن اشعار بسيط بيطلع على جنب، وتم يعني تفادي الموضوع البد الايكون الكبيره اللي كانت تطلع بنص الشاشه وتعمل بلوك لكل الامور اللي محطوطه خلفها. واحد من التطبيقات اللي نعمل عليها ابديت او نعمل عليها تحديث بشكل كامل هي الريمايندر. صار في عنا هون اربع سكشنز موجودين فوق بيحكوا لك، بجمع لك كل الاحصائيات من كل الليست اللي عندك. مثلا فوق مثلا في عندي بيحكي لي انه في واحدة منهم فلاجد، في عندي واحدة فلاجد، مجرد ما كبست عليها بيطلع لي شو هي الايتم الفلاجد. واذا بيجي لهون على الليست نفسها بلاقي انه هي موجوده هون فعليا وهي فعليا فلاجد. فبهالطريقه هي فعليا عملوا ريديزاين كامل لهذا الموضوع، بحيث انه خلص صار بامكانك بمكان واحد تعرف كل السمري تبع التو دو ليست تبعك اذا كنت فعلا تستخدم هذا الابلكيشن. طبعا ميزه جديده كمان انضافت على الكيبورد لابل او للايفون، انه صار بيستعمل موضوع الكتابه عن طريق الجستر مثلا او عن طريق السوايب. بمجرد ما انت مريت على مجموعه حروف فهو لحاله بيتنبا شو هي الكلمه اللي انت بدك اياها. طبعا الموضوع بده يعني بده الواحد يتعود عليه، زائد بده مثلا كل ما اشتغلت عليه اكثر كل ما الايفون صار يعرف، او كل ما السوفت وير نفسه صار يعرف فعليا انت شو اللي بدك اياه بهالحركه هي. مثلا هون طلع لي مثلا هلو على سبيل المثال لحاله. انا صراحه ما بستخدم هالميزه، ولكن هي ميزه كثير اشخاص كانت عم تطلبها مثل ما بيقولوا، صارت موجوده. حتى في اشخاص كانت تنزل كيبورد لجوجل على سبيل المثال كرمال يحصلوا على هالميزة هاي. هيك كنت انتهت حلقتنا لليوم ان شاء الله تعالى. بتمنى تكونوا استفدتوا من الاوبشنز اللي حكيناها او من الخيارات اللي حكيناها. وهل يا ترى بتستخدم الايفون؟ هل وصلك تحديث الايوس 13 او لسه؟ خبرنا بصندوق التعليقات. واذا في شي ميزات انا ما ذكرتها كمان بتمنى ان تذكروها بصندوق التعليقات كرمال بشوف الفيديو ويرى التعليقات يستفيد ويعرف كل الميزات الجديدة للايوس 13. كان معكم عمار بقورة من اركتك، بشوفكم بحلقة جديدة. سلامات.